تتخذ موجة التجنيد التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في اليمن شكلا جديدا، حيث اتجهت الميليشيات الحوثية إلى تجنيد النساء المغتربات من الجنسية الإثيوبية وبالإكراه فقد اتهمت ناشطة حقوقية أفريقية الانقلابيين بتجنيد طالبات أفريقيات متواجدات في البلاد ضمن التشكيلات الأمنية النسوية التابعة للميليشيات الحوثية والمعروفة بالزينبيات وأكدت عرفات جبريل وهي محامية وناشطة حقوقية ورئيس منظمة الأورومو لحقوق الإنسان في تغريدات عبر تويتر أن الميليشيات الحوثية تقوم بتهديد الطالبات الإثيوبيات اللاتي يتلقين تعليمهن في مدارس العاصمة صنعاء، ووصلت أفعالهم حد منعهن من الدخول لأداء الاختبارات الوزارية إلا بعد التحاقهن بالزينبيات وهي زراع الميليشيات النسائية. ووفق المعلومات فقد ازدادت وتيره التهديدات الحوثيه للطالبات خلال الاونه الاخيره خصوصا بسبب الخسائر التي منيت بها الميليشيات في مختلف الجبهات بالبلاد وما نتج عنها من نقص في عناصرها وهذه اول مره تكشف فيها مساعي الانقلابيين لتجنيد طالبات من القاره الافريقيه على غرار تجنيدها المهاجرين الافارقه والدفع بهم للقتال الى جانبها في مختلف جبهات القتال وتمثل المراه اليمنيه الهدف الاكبر بالنسبه للجماعه الانقلابيه خصوصا مع سلسله الممارسات والجرائم التي قامت بها بحق التجمعات والانشطه النسائيه في صنعاء ومدن يمنيه عده خلال الفتره الماضيه وعلى مدى الأعوام الماضية كانت الميليشيات الحوثية شكلت أفصيل الزينبيات وقامت بتسليحه وتدريبه قتاليا واستخباراتيا. ومن ثم أوكلت إليه واجبات ومهام عدة منها مداهمة المنازل واعتقال واختطاف النساء والفتيات وتنفيذ عمليات تجسس وقمع للناشطات.